أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. لازلنا يا إخوة في حلقات السيرة، سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم، ووصلنا عند ابتدائه صلى الله عليه وسلم بأن يخلو بنفسه. قد جاءه صلى الله عليه وسلم أنه حبب إليه الخلاء، يعني أن يكون مختليا بنفسه لا يختلط بالناس. وهذه الاختلاء أيها الإخوة لم يكن في مكان منمق، لم يكن في مكان يعده الناس حسنا، إنما كان في غار في أعالي الجبال حول مكة. والذي زار منكم غار حراء يعلم همته صلى الله عليه وسلم أنسه لخالقه سبحانه وتعالى في ذلك المكان الذي أقل ما يقال عنه أنه مكان موحش. الإنسان يا إخوة إذا أراد أن يذهب في رحلة أو أراد أن يذهب في مكان بعيد عن مساكن الناس يهيئ لنفسه الأسباب، ممكن أن يبني مزرعة أو أن يبني بيتاً أو أن يبني قصراً أو أي شيء آخر، لكن أن يكون في مكان مثل هذا المكان الذي كان يغتني به صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا الأمر إنما هو أمر الله عز وجل الذي أراده له أن يكون في هذا المكان النائي البعيد الموحش المخيف. والصعود إلى هذا الجبل ليس بالشيء السهل بسبب عورته والمنطقة الموجودة هو فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم حبب إليه هذه أو حببت إليه هذه الخلوة. والعلماء لما جاءوا يقولوا ما السبب؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم صار يختني بنفسه بذلك المكان. والحقيقة أن هذا له عدة أسباب وله حكم. والحكمة الأولى التي ينبغي للإنسان أن يعرفها أن الله عز وجل إذا أراد أمراً هيأ له أسبابه. إذا أراد الله عز وجل أمراً هيأ له أسبابه. كنا قد ذكرنا يا إخوة في سر اختيار الجزيرة العربية على أن تكون مهد الرسالة الأخيرة السماوية. ولماذا لم تكن أو لم يكن هذا المكان أي مكان آخر في الدنيا؟ إذ الجزيرة لمن يعرفها ولمن يقرأ عنها ولمن زار بيت الله الحرام يعلم أنها ليست مكاناً صالحاً للحياة أصلاً. إنما عندما يعيش الناس في صحراء شديدة الحرارة قليلة الماء في ظروف صعبة، في الواقع أنها يعني ليست مهيئة لأن يكون الإنسان يعيش فيها. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام وصف ذلك المكان، قال إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع، مكان خال ليس فيه أحد ليس فيه شيء. فالله سبحانه وتعالى هيئ الأسباب لأن تختار من أن يختار مثل هذا المكان، كذلك هيئ لنبيه صلى الله عليه وسلم حتى يتلقى الرسالة أن يكون وحده، أن يحبب إليه مثل هذا المكان. النقطة الثانية أن النبي صلى الله عليه وسلم في اختنائه في تهيئة نفسه أن يتلقى الرسالة من الله سبحانه وتعالى ويبتعد في نفس المقام عن زخرف الحياة الدنيا. كل نفس يا إخوة من النفوس البشرية عدا من اصطفاهم الله سبحانه وتعالى فيها أدواء أمراض. الإنسان لما يخالط أصحاب الغنى، لما يخالط الناس أصحاب الأموال، تنتج عنده حالة بعدها يصبح إنسان متبلد الإحساس والشعور بنعمة الله سبحانه وتعالى عليه. ولذلك قال من أطال رفقة الأغنياء مات قلبه. ليش؟ لأنه سير من زخرف وبهرج الحياة الدنيا ما ينسيه من الناس عليه من الفقراء ومن المعدمين وللناس المنقطعين أصلاً ليس عندهم أسباب الحياة. ولذلك حتى يبتعد عن زخرف الحياة الدنيا أن يكون في مثل هذا المكان. ربنا سبحانه وتعالى فيما بعد نبهه إلى هذا، قال ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، اللي بيسموها العلماء غض البصر الحقيقي. كيف؟ غض البصر نوعان، أن تغض بصرك الجارح هذه عما حرم الله سبحانه وتعالى، والغض الحقيقي
أن تغض نفسك، أن تغض عينك حتى لا يصل هذا السهم، سهم العين إلى القلب، عن زخرف الحياة الدنيا، الأموال، السيارات، العقارات، كل هذه الأشياء ما يفتن فيها الإنسان، كله زائل. فهذا لا تمدن عينيك، هذا من هذا المقصود. ولذلك يا أخوة، لا يكون للإنسان أن يشفي نفسه من هذه الأمراض التي تكون في نفسه، من الحسد والبغضاء والغل، التي من أسباب أو ناتجة عن المخالطة، إلا بأن يختلي الإنسان في نفسه. طيب، لو جاء إنسان وقال إذا يختل الناس ويذهب كل واحد في حال سبيله، الاختلال بشكل عام ليس محمودا، يعني الإنسان ينقطع عن الناس ويروح يجلس وحده، لا يختلط بالناس، ممنوع في الشرع، في شرع محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الشيء غير محبب. ولذلك جاء لينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا، قال: المؤمن أو المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وديننا يا إخوة ليس دين رهبنة، الإنسان ينعزل فيه ويجلس وحده. لذلك ذم الله سبحانه وتعالى جاءت في مقام الذم ابتداع النصارى الرهبانية، ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، إذن هم اخترعوها. فالإنسان إذا أراد أن يختلي بنفسه يختلي لساعة، لساعتين في اليوم، في الأسبوع، في الشهر، لكن لا يمنع نفسه هذا الاختلاء. وأهم اختلاء يا إخوة أن يختلي الإنسان بنفسه ولو لعشر دقائق قبل نومه، يحاسب نفسه على هذا اليوم الذي مر، ماذا فرطت في جنب الله سبحانه وتعالى، فيختم يومه بالاستغفار، ينهي يومه بالاستغفار. ولذلك جاء في سنته صلى الله عليه وسلم ركعة الوتر. قال بعض أهل العلم، قال: وركعتان الوتر قبل النوم كالشريط الذي تأتي إليه، تسجل عليه طوال النهار الحياة، حركة الإنسان اليومية. ثم إذا صليت هاتين الركعتين والوتر معهما قبل النوم، مسحت هذا الشريط كله، ما فيه من سيئات. ولذلك ينبغي على الإنسان يختلي بنفسه كذلك ليربيها يا أخي. كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يفقدوه بعد صلاة الفجر، قال: فيجده وإذا به جالس في بستان من بساتين دمشق لوحده. فجيد الإنسان أنه يخترع لنفسه مثل هذا الشيء، لكن لا يجعلها عادة بحيث أنه ينعزل عن الناس. في بعض الناس يقول لك: والله أنا أعتزل الناس جميعا، لا أكلمهم، لا أخالطهم، لا لا. اختلي بنفسك لساعة، لساعتين، لبرهة من الزمن، ثم تعال وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، تكن عند الله عز وجل محمودا. فالنبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب حتى يربي نفسه. ربنا سبحانه وتعالى يا إخوة لما قال له في هذا الشأن، قال: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الإنسان إذا ما تأمل أمر الله سبحانه وتعالى يا إخوة، وتأمله في صفاء، بعيد عن الضوضاء، بعيد عن الحياة، بعيد عن صخب الحياة، يتأمل في عظيم خلق الله سبحانه وتعالى، تثمر في نفسه أشياء كثيرة. وهنيئا لمن اختلى بنفسه وذكر نعمة الله عز وجل عليه، وذكر تقصيره في جنب الله، ثم نزلت منه دموع. هذه الدمعة عند الله عز وجل غالية، غالية. ولذلك ينبغي الإنسان يحرص عليها، وأن يكثر من أن يكون في بينه وبين الله سبحانه وتعالى، بين الله عز وجل، فسحة من الوقت، أنه يجعل نفسه لله سبحانه وتعالى فقط. فمن هذا الجانب كان اختلاؤه صلى الله عليه وسلم، وتحبيب الله عز وجل الخلوة له، حتى يختلي بنفسه ليتلقى هذا الأمر العظيم من الله عز وجل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله عليه وسلم.